بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وعافية. ورجعت وياكم تجهيزات عيد ميلاد مراوي. هنا طبعا أول شيء مثل ما راويتكم أنا جهزت الحلويات بالبداية، وبعدين بلشت أجهز بالعشاء. هنا أنا سويت جدر دولمة، جدر دولمة كلش كبير. هنا مستخدمة كيلو تمن، بربع كيلو لحم، وبربع لية طبعا يعني خلطتهم صار تقريبا نص كيلو لية ويا اللحم مثروم كليته. ضفت عليها قلاص شكر، ملعقة كبيرة لمن دوزي، ملح، وهنا ربع قلاص دهن. إذا أنت تستخدمين زيت فحطي نص قلاص، بس أنا مستخدمة ربع، يعني هم ما تعمل تذوبين راح يصير تقريبا نص قلاص. هنا أنا حاطة طبعا بصل، ثوم، شبنت باقة كاملة، بهارات دولمة، اللبة مات الطماطة كليتها ثرمتها وثرمت 3 طماطيات هالشكل، اللبة مات الباذنجان، البصل، الثوم، نومي بصرة، بهارات الدولمة، الملح، شكر، لمن جوزي، دبس الرمان. أنا هنا ما عندي تمر هندي فما حاطة، أو معجون، وطبعا أبدي أخلط بها. بس أنا شغلي شنو؟ أخلط وأذوق، يعني أنا شغلي على الذوق. إحنا نحبها حامضة حلوة حمرة، ما نحبها لا مالحة ولا حامضة ولا حلوة، حامضة حلوة حمرة. طبعا أنا سويت هنا ويا الدولمة. هنا أول شيء طبعا أبدي أحط العضود، حطيت بقاعية شوية دهن، ونبا أبدي أحط العضود مالت السلق، وأبدي أول طبقة أحشي، أبدي أحشيها البصل أحطه بالقاعية. ليش؟ لأن البصل من تلوح الحرارة ويبدي شوية يستوي يتكرمل يصير طعمه يعني أطيب، أو يتحمل حرارة مو مثل السلق بساعة يذوب، يعني هالشكل مثل ما راح يشوفون شلون جاي ألف. أنا طبعا أنا حافرة باذنجان وحافرة فلفل بارد وحافرة طماطة. بس المشكلة هنا أنا يعني أنا طبعا العيد ميلاد شو وقت سويته؟ يوم عيد الغدير، يوم الخميس صادف يوم عيد الغدير. بس أنا شوي طولت بالمونتاج وطولت بتنزيل الفيديوهات لأن شوي وقت ماكو. بس المشكلة الكهرباء شلعت قلبي، يعني هواي أكو هواي شغلات فاتتني ما قدرت أصورها. أنا عن جدر الدولمة من طبخته أنا الصبح، طبعا أنا لفته شو وقت بالليل وخليته بمجمدة، والصبح من قعدت طلعته خليته شوية حلو، بلشت حطيت على الطبخ الكهربائي، انطفت الكهرباء حولته على الطبخ الغاز، رجعت الوطنية طفيت الغاز رجعته على الطبخ الكهربائي وهالشكل. ها طبعا، وانا من يعني اطبخ الدولمة اخليها اول ربع ساعة على نار عالية واضغطها، وبعدين انص النار كلش واخليها تستوي على راحتها، كلش كلش تستوي على راحتها، وما اضيف لها ولا قطرة ماي ما اضيف لها. ليش؟ لان الخضروات اللي بيها ملح وبيها شكر، هي شوف هسه يعني الحشوة داخل الطاسة وبيها ماي، فهي الخضروات تستوي بمايها، هيجي احسن ما تحطولها ماي وبعدين تصير عبالك تشريبه. لا، ما احط لها ماي، اضغطها واخليها اول مره على نار عاليه، بعدين انص النار فتستوي على كيفها، تطلع لكم الجن. واخليها تبرد واخليها شويه تبرد، يلا اقلبها، يعني مو تبرد، شو نقول احنا، تصير دافيه شويه، اطفيها من النار خليها شويه تدفى وبعدين اقلبها. هالشكل تبقى يعني شاده ولا منافسه، وراح اشوفنا سب بالصمات مع العشاء شلون قلبناها، لان ماكو هوسه وكذا، فحتى نسيت اصور شلون من قلبنا الدولمه. والكهرباء شلعت قلبي، ما صورت فقرات الطبخ. سويت بيتزا وهماتين، البيتزا هاي شوفون انا صينية العشاء. طبعا انا سويت بيتزا، سويت صينيتين بيتزا وسويت كباب وعروق، والف الحمد لله وشكر بعد هذه الصينية ممدودة. هاي هم يعني كهرباء كلش شلعت قلبي، هواي شغلات فاتتني ما قدرت اصورها، يعني حتى تزيين الكيك ما قدرت اصوره، يعني ظليت اشتغل على اللايت يعني لان كهرباء ماكو. هاي هنا انا تزيين الكيك، طبعا اول شي حاطه انا الصين البيتزا، ومسلفينه، طبعا هاي كلها مسلفينته الكيك، كل الكيك قطعت يعني قصيته من النص وحشيته طبقه كاكاو وشوكولاته وقطع موز وجوز، وضغط يعني وحطت الطبقه الثانيه وبلشت احش. طبعا لا تعيبون على التزيين مالتي، يعني تزيين على قدي شلون ما جال، لان وصيت زوجي على كريمه وما جاب لي كريمة فيزون، جاب لي هاي الكريمة الباكيتات، وبعد بالوقت الضايع ومستعجلة وما قدرت بعد أرجعها وكذا، فاشتغلت بها زين. وطريق احنا أخذت الكيك وياي مزينته وكملته وأخذته وياي، حارة الدنيا وطريق من نال أبو الخصيب
يعني حسبوا الساعة بالطريق احنا يلا وصلنا له، فيعني حرارة فول، فيعني زين من عنده وصل سالم. هاي هنا أنا طبعا كلها كاكاو، هاي هنا أنا استيكرات من اهل المطيبات الكيك، طبعت اسم البنات عليها، وذيك الكيكة ام العروسة خطية بهدلت الكيكة ما البدلة مالتها وساحت. بس المهم احنا علينا بالمضمون، علينا بالطعم، طعمها يجنن ويخبل. اترككم ويا باقي التصوير، واتمنى اللي اذا وصلت لهنا انا وعجبكم المقطع يا ريت انه تدعمونا باللايك والاشتراك اذا كنتوا اول مره تشاهدون قناتي. مع السلامه حبايب. احلى لحظه الحياه اللي كتبها ربنا، ذكرى ميلادك ولحظة انت فيها قربنا، لو بنشعل لك عدد ايامك الحلوة شموع، واللي يجمعنا في عيدك قبل عيدك حبنا. نشعلك عدد ايامك الحلوه شموع، ولو قطفنا الورد لك من كل لون وكل نوع. ما تعبر لك عن اللي في قلبنا.